السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة الاجتماعيات للصف الثاني متوسط. في الدرس السابق أخذنا الأنهار الطويلة في العالم العربي وشرحنا نهر دجلة والفرات، وإن شاء الله اليوم راح نكمل نهر النيل. راح نوضح نهر النيل من منابعه الرئيسية حتى مصبه في البحر المتوسط. هنا أول شيء قبل لا أبدأ بالشرح، طبعا الشرح على الخارطة راح يكون أبسط وأوضح. هنا عندنا نهر النيل ينبع من الجنوب، ينبع من الجنوب إلى الشمال، ينبع من الجنوب اللي هي من القارة الأفريقية، من القارة الأفريقية اللي هي أقصى جنوب العالم العربي، من القارة الأفريقية حتى مصبه في البحر المتوسط، يعني من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال. صار واضح؟ أول شيء هنا راح نقرأ هذا الملخص اللي هو عن نهر النيل من منابعه، وبعدين نوضح على الخارطة. من أين ينبع نهر النيل؟ ينبع نهر النيل من منابعه الرئيسة في القارة الأفريقية اللي هي تكون أقصى جنوب العالم العربي. يعني أول منابع لنهر النيل هو من القارة الأفريقية، حيث المرتفعات المتمثلة بهضبة البحيرات وهضبة الحبشة. هذه هضبة البحيرات وهضبة الحبشة هي في القارة الأفريقية، هنا بعد مداخل الوطن العربي. بعدين هنا يدخل نهر النيل الوطن العربي، التي تتدفق منها المياه لتزود روافده الرئيسة بالمياه، ومنها رافد بحر العرب ورافد بحر الغزال ورافد بحر الصوبار. هذه روافد نهر النيل، روافد نهر النيل اللي تغذي نهر النيل. هذه وين؟ في الأراضي السودانية، في الأراضي السودانية في العالم العربي. ثم يجري نهر النيل باتجاه الشمال عبر الأراضي السودانية، حيث يصب فيه رافد نهر النيل الأزرق الذي ينبع من هضبة الحبشة. أنا ذكرت أنه نهر النيل ينبع من الجنوب إلى الشمال، فهنا بعد ما دخل الأراضي السودانية هنا وتغذيه هذه الروافد اللي هو بحر العرب وبحر الغزال ورافد نهر الصوبات، يجري باتجاه الشمال، يجري باتجاه الشمال عبر الأراضي السودانية، يصب فيه رافد النيل الأزرق. هذا الرافد النيل الأزرق هو ينبع من هضبة الحبشة، ينبع من هضبة الحبشة، وعند وصوله إلى مدينة الخرطوم السودانية يلتقي بنهر النيل الأبيض. يعني هذا الرافد اللي هو نهر النيل الأزرق منين ينبع؟ ينبع من هضبة الحبشة، يلتقي بنهر النيل الأبيض وين؟ في مدينة الخرطوم، في مدينة الخرطوم. هذا نهر النيل الأبيض كذلك رافد من روافد نهر النيل، حيث يتكون المجرى الرئيسي لنهر النيل. يعني من يلتقي رافد النيل الأزرق مع الرافد النيل الأبيض راح يكون المجرى الرئيسي لنهر النيل. وفي هذه المنطقة أقيمت عليه مشاريع روائية كبيرة، منها سد سنار وسد جبل الأولياء. هذه وين؟ في مدينة الخرطوم. بعدها يستمر نهر النيل في جريانه شمالا، لأنه شنو يتجه؟ يتجه إلى الشمال، إذ يصب فيه رافد يطلق عليه رافد نهر عطبرة. هذا الرافد كذلك ينبع من هضبة الحبشة، ينبع من هضبة الحبشة شرق القارة الأفريقية. ثم يجري النهر عبر صحراء النوبة باتجاه الأراضي المصرية بوادي ضيق وعميق تتخلله مجموعة من الصخور الرملية. هذا هنا من منابعه من القارة الأفريقية، يدخل الأراضي السودانية ثم يجري باتجاه الشمال إلى مدينة الخرطوم، بعدها يمر عبر صحراء اللي هي صحراء النوبة باتجاه الأراضي المصرية، يمر بوادي ضيق وعميق خلله مجموعة من الصخور الرملية. هسه راح نوضح على الخارطة، طبعا على الخارطة راح يكون أوضح. هنا عندنا هذه منابع نهر النيل، هذا منبع نهر النيل. نهر النيل ينبع من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال حتى مصبه في البحر المتوسط. منين ينبع؟ ينبع من القارة الأفريقية، ينبع من القارة الأفريقية اللي هي من هضبة البحيرات وهضبة الحبشة، من هضبة البحيرات وهضبة الحبشة.
هنا يدخل الأراضي السودانية. عند دخوله الأراضي السودانية هنا راح تغذيه روافد اللي هو نهر الصوبات وبحر الغزال وبحر العرب. هذه الروافد اللي تغذي نهر النيل في الأراضي السودانية. بعدين هنا يجري شمالا راح يلتقي هذا النهر النيل الأبيض يلتقي بالنيل الأزرق. هذا النيل الأزرق منين ينبع؟ ينبع من هضبة الحبشة. هذا نهر النيل الأزرق ينبع من هضبة الحبشة، فراح يلتقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض. وين يلتقي؟ في مدينة الخرطوم. يلتقي في مدينة الخرطوم، وهنا أقيمت عليه سدود اللي هو سد جبل الأولياء وسد سنار. هذه المشاريع الأروائية التي أقيمت على نهر النيل في مدينة الخرطوم. صار واضح؟ بعدها يستمر في جريانه باتجاه الشمال إلى أن يلتقي بنهر عطبرة. هذا نهر العطبرة كذلك منين ينبع؟ من هضبة الحبشة. ينبع من هضبة الحبشة، وهنا نهر النيل يمر عبر صحراء النوبة، يمر بوادي ضيق تتخلله مجموعة من الصخور. صار واضح؟ إذن هنا هذا الملخص اللي هو من منابعه في القارة الأفريقية إلى هنا وصولا إلى الأراضي المصرية. هسه هنا راح يدخل الأراضي المصرية. هذا هنا عندنا هذا الملخص، هو عند وصوله إلى الأراضي المصرية، عند دخوله الأراضي المصرية في مدينة أسوان أقيم هنا سد أسوان، وهو من المشاريع الأروائية اللي هو سد أسوان. وكذلك هنا عندنا في الجنوب مشروع السد العالي اللي يكون هنا على بحيرة ناصر. مشروع السد العالي اللي يكون من أضخم مشاريع الري في مصر. صار واضح؟ هنا عندنا مشروع السد العالي، وهنا عندنا سد أسوان اللي هو في مدينة أسوان. بعدها هنا يستمر في جريانه شمالا إلى أن يدخل مدينة القاهرة. بعدها هنا نهر النيل يتفرع إلى فرعين اللي هو فرع دمياط وفرع الرشيد. وهذه الأفرع تصب في البحر المتوسط. صار واضح؟ هذا ملخص لنهر النيل. هذا عندنا هذه الفقرة هي ملخص عن دخول نهر النيل إلى الأراضي المصرية. هنا بداية دخول نهر النيل إلى الأراضي المصرية في مدينة أسوان أقيمت عليه السد اللي هو سد أسوان، وكذلك مشروع السد العالي اللي يكون من أضخم مشاريع الري في مصر، ويتجه شمالا إلى أن يدخل مدينة القاهرة، وبعدها يتفرع إلى فرعين اللي هو فرع الدمياط وفرع الرشيد، وبعدها يصب في البحر المتوسط. صار واضح؟ هذا ملخص هذه الفقرة. زين، إذن هنا عندنا نهر النيل ينبع من الجنوب إلى الشمال، منابعه الرئيسية هي في القارة الأفريقية من هضبة البحيرات وهضبة الحبشة. هنا يدخل الأراضي السودانية ويتجه نحو الشمال إلى مدينة الخرطوم، يلتقي النيل الأزرق بنهر النيل الأبيض عند مدينة الخرطوم، وأقيمت عليه هنا عندنا سد جبل الأولياء وسد سنار. هذه وين؟ في مدينة الخرطوم، وبعدها هنا يلتقي بنهر عطبرة. طبعا هذا النهر كذلك ينبع من هضبة الحبشة، ويستمر في جريانه إلى أن يمر عبر الصحراء اللي هي صحراء النوبة، يمر بوادي ضيق، ويدخل هنا يدخل الأراضي المصرية عند مدينة أسوان. أقيمت عليه سد أسوان ومشروع السد العالي، ويستمر في جريانه نحو الشمال إلى أن يصل إلى مدينة القاهرة، وبعدها يتفرع إلى فرعين اللي هو دمياط والرشيد، وبعد ذلك يصب في البحر المتوسط. زين، هذا هنا عندنا نهر النيل، هو يعد من أطول الأنهار في العالم العربي. شقد يبلغ طوله؟ يبلغ طوله من منابعه الرئيسية إلى أن يصب في البحر المتوسط يبلغ طوله 6700 كيلومتر. 6700 كيلومتر هو طول نهر النيل من منابعه حتى مصبه في البحر المتوسط. صار واضح؟ هذا ملخص لنهر النيل. هنا عندنا مجموعة من التعاريف وكذلك تعداد للسدود
راح نقراها بالملزمة. هذه ملزمة الاجتماعيات للصف الثاني متوسط، بها الملخص الكامل لنهر النيل. هذه هنا منابع نهر النيل من القارة الأفريقية إلى أن يدخل إلى الأراضي المصرية. هنا عندنا تعريف عرف النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل الذي ينبع من هضبة الحبشة، وعند وصوله إلى مدينة الخرطوم السودانية يلتقي بنهر النيل الأبيض، حيث يكونان المجرى الرئيسي لنهر النيل في هذه المنطقة. النيل الأبيض وهو أحد روافد نهر النيل الذي يلتقي بنهر النيل الأزرق في مدينة الخرطوم السودانية ويكون المجرى الرئيسي لنهر النيل في هذه المنطقة. هذه تعاريف نهر النيل الأزرق والنيل الأبيض أو تجي فراغات. هنا عندنا سؤال، عدد روافد نهر النيل خارج الأراضي المصرية، يعني قبل لا يدخل إلى الأراضي المصرية، شنو هي الروافد اللي تغذي نهر النيل؟ رافد بحر العرب، وثانيا رافد بحر الغزال، هنا مو الفرات، رافد بحر الغزال، ورافد نهر الصوبات، ورافد نهر النيل الأزرق، ورافد نهر النيل الأبيض، ورافد نهر أطبرة. هذه الروافد اللي تغذي نهر النيل قبل لا يدخل الأراضي المصرية. زين، هل هناك مشاريع روائية قيمت على نهر النيل خارج الأراضي المصرية؟ نعم، في مدينة الخرطوم اللي هي سد سنار وسد جبل الأولياء. زين، هذه هنا عندنا ملخص لمجرى نهر النيل منذ دخوله الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر المتوسط. زين، هنا عندنا إذا أريد نعرف نهر النيل، وهو من الأنهار الطويلة في العالم العربي، وهو أطول نهر في العالم العربي الذي يبلغ طوله من منابعه الرئيسة الواقعة في أقصى جنوب العالم العربي في هضبة البحيرات الأفريقية الاستوائية وهضبة الحبشة شرق أفريقيا حتى مصبه في البحر المتوسط نحو 6700 كيلومتر. زين، هنا عندنا تعريف السد العالي، وهو من أضخم مشاريع الري في مصر، تم إنشاؤه على نهر النيل إلى جنوب من سد أسوان. ما هي السدود التي أقيمت على نهر النيل داخل الأراضي المصرية؟ سد أسوان اللي هو في مدينة أسوان، وكذلك السد العالي. زين، عندما يصل نهر النيل القاهرة يتفرع إلى فرعين، من هما؟ فرع دمياط وفرع الرشيد. هنا عندنا بالنشاط يقول قارن بين نهري دجلة والفرات والنيل من حيث منطقة المنابع وعدد الروافد التي تصب فيه والأطوال الكلية للأنهار وكذلك مصبات الأنهار. هذه هنا عندنا المقارنة بين نهر الفرات ونهر دجلة ونهر النيل من حيث منابعه الرئيسية والروافد لكل نهر وطول كل نهر وكذلك مصبه. أول شيء هنا عندنا نهر الفرات. من أين ينبع نهر الفرات؟ ينبع نهر الفرات من الأراضي التركية الواقعة ما بين بحيرة وان والبحر الأسود شرق تركيا. أما نهر دجلة ينبع من الأراضي التركية أيضا المحيطة ببحيرة كولجيك الواقعة جنوب شرق تركيا. أما نهر النيل ينبع من منابعه الرئيسة في القارة الأفريقية حيث المرتفعات المتمثلة بهضبة البحيرات وهضبة الحبشة. هذه المنابع. أما الروافد، روافد نهر الفرات هو البليخ والخابور، أما روافد نهر دجلة هو الزاب الصغير والزاب الكبير والعظيم وديالة والخابور. أما روافد نهر النيل اللي هو رافد نهر النيل الأزرق ورافد نهر النيل الأبيض ورافد نهر أطبرة. زين، نهر الفرات ونهر دجلة يلتقون مكون شط العرب ويصب في الخليج العربي. كذلك هنا عندنا نهر دجلة يصب في الخليج العربي، أما نهر النيل يصب في البحر المتوسط، يصب في البحر المتوسط. هذه المقارنة بين الأنهار الطويلة في العالم العربي، وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.